question si longue. Ma conviction, c'est que le retour au statu quo هي أن العودة إلى الوضع الذي كان قائما في السابق est inacceptable pour toutes les parties. أمر غير مقبول لجميع الأطراف لسبب بسيط. وأنا هنا أتكلم عن الوضع الذي كان قائما منذ بضعة أيام. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد أن نضمن أمنها. هناك شعب فلسطيني لا يمكن أن يعيش سجينا في هذه الرقعة الصغيرة من الأرض. وعندما تحدثنا مع أو نتحدث عن كل الأطراف في المنطقة نحن لا نتحدث عن العودة إلى الوقت مجازر تحصل ننقذ أرواح نوقف الدماء هذا غير مقبول يعني ما نقوم به حتى الآن غير مقبول ولكن إذا وصلنا إلى هذه المرحلة وكالة فرانسيس رئيس موجهة لرئيس ساركوزي خلال إرادة الطيبة مع أصدقاء الأوروبيين مع خافير سلونا مع ترويكا الأوروبية وأبين أنه يمكننا أن نحاول دفع الجميع إلى التوصل إلى قرار وستحكمون أنتم لاحقا إذا كان من المفيد أن أتي أم لا. أنا أعتقد نظرا لخطورة الوضع وعندما يكون المرء رجل دولة جدير بهذه التسمية لا يبقى الآن